أحبتي الفضلاء، خير ما بدأ به الكلام، وخير ما عطرت به المسامع، وخير ما تكلم به المتكلمون، وخير ما نطقت به الألسن، وخير ما استشعرته القلوب، هو كلام رب العالمين جل جلاله الذي قال وقوله الحق: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كلام ثقيل إذا اخترق شغاف الجنان، خفيف جدا إذا ما تجاوز الآذان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب وأصلح فأنه غفور رحيم، ثم
تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.